مرض الإيدز هو مرض خطير، لا التهويل بأعداد الإصابات وبخطورته صحيح، وفي نفس الوقت تسخيف الموضوع وأنه عدم إعطاء أهميته أيضا أمر غير صحيح علميا. أنا لا أقول أننا نضعه في خانة حمراء أو خضراء، نحن نلتزم بالمعيار العلمي لعلم الوبائيات وبما تقوله منظمة الصحة العالمية كما تفضلت، وأنا أشيد بلغتك العلمية الدقيقة من ناحية نسب الإصابات ونسب وجود المرض. العراق كان وما يزال ضمن بلدان التوطن المنخفض للإيدز، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن نهتم ونتابع كل حالة. احنا على 6 حالات لكل 100 ألف نسمة، خمس حالات باللغة العلمية كل 100 ألف، في حين أن الخطر يكون عندما يكون 1% كما تفضلت ولغة علمية صحيحة، يعني معناته 1 من كل 100 ألف، فوين 5 وين 100 ألف؟ نحن بعيدين إن شاء الله ونبقى بعيدين عن المستوى الخطر. لكن مرة أخرى، كل حالة من الحالات المسجلة في العراق يجب متابعتها ويجب الاهتمام بها. إيش قد عدد الإصابات أو عدد الحالات المسجلة في الوقت الحالي؟ حاليا بشكل رسمي ومسؤول، في الوقت الحالي إحنا عندنا أكثر من 2000 شخص عراقي مصاب حاليا. نعم، ويجب أن نفرق بين تتوقع دكتور سيف هناك إصابات غير مسجلة لدى نعم وزارة هذا أمر الصحة طبيعي خارج في كل بلدان العالم. إحنا كأطباء وبائيات في كل بلدان العالم من اللحظة تذكر كورونا وكثير من الأمثلة لما نلاحظ إصابات معينة نحن نفترض وجود إصابات تحت السطح، ولذلك الفكرة من تصميم محطات للكشف، مثلا فحوصات ما قبل الزواج أو الفحوصات الإجبارية والإلزامية قبل أي عملية جراحية مهما كانت وسطى أو متقدمة كبرى أو فوق الكبرى، يجب إجراء فحوصات. كذلك الوافدين، وهي نقطة مهمة أتمنى أنه نفرد لها جزء من الوقت، الفحوصات الإجبارية للوافدين خلال 10 أيام طبعا من العرب والأجانب. ومثلا لما يكون بالتثقيف والتوعية، يعني بعض الممارسات اللي بعض الأشخاص لما يروح يراجع ويكتشف أنه مصاب، أو حتى حاليا احنا نحاول كل النساء الحوامل أيضا نجري لهم فحوصات، اللي انت تعرف جنابك هذا الفيروس ممكن ينتقل أيضا للجنين، وعندنا إصابات قليلة هي لكن ممكنة وتوجد وتحدث وصلت إلى الأجنة. نعم، عندنا حاليا 7 أو حتى أطفال سمعت مصابين بهذا المرض. نعم، عندنا 7 إصابات من الأطفال.